قناة الصحة والجمال، دكتور في بيتنا. الصحة والجمال كلنا متجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل الخير وجديد لصحتك أمانة، فأهلا بكم. إلى كل من تبحث عن حمل جديد أو تنتظر خبر سعيد، تابعونا هنا في صحتك أمانة، فلدينا كل الجديد في عالم النساء والتوليد بصحبة الأستاذ الدكتور أحمد مجدي، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والعقم بطب القصر. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا يا فندم، ازيك؟ الحمد لله. النهارده مشاهدينا الكرام بنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص نسبه كبيره من السيدات، هو سقوط او هبوط الرحم. موضوع مهم جدا، كل السيدات بعتوا لنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك بتطلب ان احنا نناقش الموضوع ده. ده اللي بنناقشه معاكم النهارده في حلقتنا من صحتك امانه. اتصلوا بينا على الهواء مباشره، كل اللي عندها مشكله متعلقه بالنساء والتوليد يا ريت تتصل بينا ودكتور احمد مجدي معانا على الهواء مباشره، او تبعت لنا على صفحه البرنامج صحتك امانه مع دكتور احمد مجدي، او تتصل بارقام دكتور احمد مجدي بتظهر تباعا اثناء حلقتنا في صحتك أمانة. دكتور أحمد، لو بنتكلم عن سقوط الرحم أو هبوط الرحم، لو حبينا في البداية، في ناس كتيرة يمكن الحمد لله ما عندهاش الموضوع ده، لكن تحب تعرف يعني إيه سقوط رحم؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، سقوط الرحم يحاج فيه كذا نوع، يعني في حاجة اسمها سقوط مهبلي، وده سقوط للجهاز التناسلي، وفي حاجة السقوط الرحمي اللي هو سقوط جسم الرحم. تمام. قد يكون ده منفصل عن ده، وقد يكون الاثنين متصاحبين. قد يصاحبهم عرض شائع جدا اللي هو عرض التسلس البولي، او عدم التحكم في او القدره على التحكم في التبول، وقد لا يصاحبه. فاحنا الاول ممكن نبتدي بموضوع حضرتك اللي هو السقوط المهبلي. السقوط المهبلي ده عاده بيبقى ناتج عن ايه؟ ناتج عن الولادات الطبيعيه المتكرره اللي بيحصل فيها مشاكل. يعني ايه بيحصل فيها مشاكل؟ يعني مثلا واحده كانت بتولد طفل مثلا حجمه كبير شويه، فاضطرت انها يبقى في ضغط جامد مع الولاده، وانها بذلت مجهود جامد في هذه الولاده، وكان في صعوبه شديده في الولاده دي، او الولاده تمت بصوره يعني غير ما كانش محط يعني ما اتبع ما حصلش فيها اتباع متعثره ما حصلش فيها اتباع لتعاليم طبيه محدده، وكان حجم الجنين ضخم مثلا، فادى الى تمزق في الانسجه بتاعه الخاصه بالجهاز التناسلي للسيدات. ده بيؤدي الى لوس اوف تون، يعني المفروض العضلات دي بتبقى ماسكه نفسها. عارف حضرتك زمان كان في آلة موسيقية اسمها الأكورديون. الأكورديون ده كان يعمل كده ويرجع تاني زي السوستة كده. هو ربنا سبحانه وتعالى عامل العضلة بتاعت الجهاز التناسلي للسيدات عضلة متعرجة، عاملة زي بالظبط موج البحر، واخد بال حضرتك؟ العضلة دي عندها القدرة إنها تتمدد وترجع تنكمش تاني وترجع زي ما كانت، تتمدد في الولادة تتمدد بطريقة جامدة جدا، ولكن بعد الولادة ترجع تاني خالص زي السوستة كده بالظبط، زي كأنك الأكورديون بالظبط. أما بيحصل تمزق في العضلة نتيجة انك عرضتها لباور او لقوة عنيفة جدا، زي مثلا طفل كبير نازل، او ولادة كانت طويلة جدا ومتعسرة جدا، واخد بالك، او ولادات متكررة كتيرة ورا بعضيها، وده كان بيحصل زمان اكتر من دلوقتي. يعني زمان كانت الناس بتولد مثلا بالثمانية والتسعة والعشرة عادي، وكلهم طبيعي وغير بقى اللي بيروح في النص، يعني دلوقتي اصبح اقل شوية، اقل كتير يعني، لكن حكي العضلة دي عندها القدرة انها تتمدد وترجع تنكمش تاني. لما يحصل loss of tone، يعني العضلة دي فقدت قدرتها على التمدد، بيحصل ايه؟ انها بترتخي. لما ترتخي يحصل حاجة اسمها سقوط مهبلي. السقوط المهبلي ده له اعراض، واخد بالك؟ ده احنا لسه ما اتكلمناش على سقوط الرحم اساسا. السقوط المهبلي ده، المهبل ده له جدار امامي وله جدار خلفي. الجدار الامامي ده فوق المثانة، فلما يسقط جزء من المثانة نفسها ايه؟ يسقط معاه. لما يسقط معاه تبتدي السيدة تشتكي من ايه؟ تقول لك والله انا مثلا بخش التواليت اعمل مثلا الحمام واخرج احس ان انا عايز اخش تاني. ليه؟ لان لما يسقط جزء من المثانة بيعمل حاجة اسمها باوتش، يعني جيب. الجيب ده بيتجمع فيه البول. هي بتخش تعمل حمام، لكن لسه البول المتجمع في الجيب ده لسه ايه؟ ما نزلش. فلما ترجع تاني تقول الله ده انا لسه عايز ايه؟ اخش تاني. فترجع تاني تخش الحمام تاني، واخد بالك؟ ده جزء من السيدات. جزء تاني يقول لك انا بخش اعمل حمام كتير، يعني كل شويه رايحه جايه على الحمام. جزء تالت يقول لك والله ده انا في عدم تحكم. عدم تحكم ده يبتدي ازاي؟
يظهر احيانا كمان في بعض الناس اثناء الحمل. تقول لك ايه الست؟ تقول لك والله ده انا بكح اعطس الاقي نقط بول بتنزل غصب عني، اضحك زياده، يعني ايه اي حاجه فيها ضغط على المثانه في بيحصل ان بيحصل لوس اوف تون، انفلات للبول بينزل غصب عنها. قد يكون بسيط جدا يعني واثناء الحمل ويروح بعد يعني ما ينتهي الحمل يرجع لطبيعته تاني، وقد يستمر، واخد بال حضرتك، بس لازم الطبيب المعالج ياخد باله ان ده ممكن ده هل ده شيء طبيعي ولا دي حاجه تاني، واخد بالك؟ فده بالنسبه والبول ده حك من عدم القدره دي بتؤدي الى يعني نقدر نحكي ان الحياه نفسها بتاعت السيده تبقى حياه دماتيل جدا. يعني تخيل ان واحده عايشه تكح تعطس بيحصل لها فاهم جزء من البول ينزل، طبعا دي حاسه ان في عدم طهاره طول النهار، راحه جايه على الحمام وطول مش عارفه تصلي وعلى طول الحياه مش لطيفه، فطبعا دي مشاكل كبيره جدا. جزء تاني من الناس يشتكي يقول لك انا عندي تقل، ومعظم الناس يعني معظم السيدات بالذات عندنا ده الاساس بقى، تقول لك انا عندي وجع في ظهري جامد جدا اسفل الظهر بالذات، وهو اللفظ اللي بيتقال يقول لك انا حاسه ان النص التحتاني ده هيتفصل عن النص الفوقاني، ظهري مقسوم مش قادره تمشي، كل توطي ظهرها ماشيه ظهرها واجعها، واخد بالك؟ وطبعا ده اذا كان مصاحب له، بعض الناس تقول لك لا ده لما اخش اعمل حمام احس ان في حاجه سده، يعني في حاجه مش مظبوطه، واخد بالك؟ او في حاجه مثلا نازله او اي حاجه، دي طبعا بتبقى الموضوع ايه متقدم اكتر يعني، تمام؟ اما بيحصل كده او بيحصل الارتخاء ده، وربنا سبحانه وتعالى عامل الجهاز التناسلي في السيدات ده مقفول، واخد بال حضرتك؟ يعني تقريبا خالص. لما يحصل ارتخاء بيتفتح، واخد بال حضرتك؟ لما يتفتح ده بيحصل ايه؟ كان حضرتك بالظبط واحد ماشي اسف يعني البق مفتوح، يحصل ايه؟ اي حاجه تخش، واخد بال؟ ايه اللي يخش؟ الانفكشن. انفكشن يعني التهابات بكتيريا فطره، فدايما تقول لك انا عندي التهابات متكرره. انا اخد علاج وعلى طول عندي التهابات متكرره، انا على طول عندي التهاب في مجرى البول، انا على طول تعبان، انا على طول عندي مش عارفه بطني وجعاني، ظهري وجعاني. فالشكوى كتيره، واخد بال حضرتك؟ ومتنوعه. لكن طبيب المعالج هو اللي يقدر يحدد ايه دي بقى ناتجه عن ايه بالظبط، هل دي تبع الموضوع احنا بنتكلم فيه، هل دي مثلا حضرتك ناتجه عن مثلا سقوط في المثانه، سقوط في ايه بالظبط، تمام؟ ده بالنسبه لسقوط ايه المهبلي، واخد بالك؟ في بقى سقوط الرحم، سقوط الرحم ان جسم الرحم نفسه هو اللي يتحرك من مطرحه الطبيعي وينزل يخرج من يعني واخد بالك من الجهاز التناسلي. ده بتشوفه اكتر فين؟ برضه حاجه بس في فترات عمريه متقدمه شويه. يا اما ان الست تيجي فترات مثلا 37 38 سنه نتيجه برضه ولادات متكرره كتيره متعسره، او تجي لك مثلا في سن بقى مثلا 48 50 حاجه و50 60 وطالع يعني، واخد بالك؟ ليه؟ لان احنا بطبيعه العمر يعني انت حضرتك لما الانسان بيكبر بيحصل ايه؟ بيحصل لوس اوف تون، يعني العضلات كلها بترتخي، حتى بيظهر هنا التجاعيد والكرمشه، ده طبيعي لان مفيش كونكتيف تيشو. فاللي بيحصل حك ان ده كل ده بيروح مننا، تبتدي حضرتك اللي بيحصل ان الرحم بينزل، يا اما ينزل درجات بقى متفاوته، يا اما ينزل درجه واحده درجتين. بعض الناس يعني بتشوف حالات ويبقى اهمال جسيم، يعني تبص تلاحق ان الرحم ده خرج بره خالص 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 في الشارع، واخد بال حضرتك؟ وبيتقلب زي الشراب المقلوب كده بالظبط، واخد بال؟ طبعا ده بيظهر ليه بقى تقيحات وقرح والى اخره، بتيجي السيده بتشتكي من اعراض بقى عنيفه جدا جدا. أسوأ عرض ممكن تتعرض له السيدة نتيجة هذا الإهمال الجسيم إن يحصل إيه؟ يحصل كينك على اليوريترز، يعني يبتدي يحصل التواء على الحالبين، فتبتدي الست تشتكي من آلام في الكليتين، واخد بال حضرتك؟ ده ناتج عن الضغط على الحالب، طبعا دي يعني نقول درجات متقدمة جدا من المشكلة. طب دكتور إيه الفرق بين الاثنين؟ طب حضرتك دلوقتي قلت لي سقوط الجهاز التناسلي وسقوط الرحم، تمام. طيب هل الست في البيت تقدر تفرق ما بين الاثنين ولا لازم تلجأ لحضرتك؟ تيجي للدكتور، لان حضرتك هو عاده بيبتدي بالسقوط مهبلي، عاده المهبل بيسقط الاول هو الجهاز التناسلي ثم ياخد الرحم وينزل بيه، او الرحم ينزل فيزق، يعني لازم يعني عمرك ما تلاقي سقوط رحمي، نادرا يعني مستحيل شبه انك تلاقي سقوط رحمي بدون سقوط مهبلي، لكن ممكن تلاقي سقوط مهبلي اللي هو الدرجه الاولانيه ثم تلاقي سقوط ايه الرحم. فهي طالما انها تبتدي، هي اللي بيحصل ايه اللي بيحصل مصر عاده ان هي مش بتهمل بتكسل، يعني تقول لك ايه يعني هو يعني مش مشكله شويه نستنى شويه، وبعدين برضه هو كشف امراض النساء بيبقى يعني مش لطيف للسيدات، فتقول لك طب معلش طب اصبر، طب تيجي بقى تيجي لك بقى العيانه في الاخر خالص المرحله متاخره، تلاقي بقى الدنيا بايظه خالص وكل حاجه، وبعدين تقول لك اعمل بقى شوف هتعمل ايه. طب يعني كان ممكن انت ايه يعني من الاول تلحقه بحاجات بسيطه يعني. فدكتور يمكن فعلا احنا جالنا اسئله كتير في الموضوع ده متعلقه بسقوط الرحم، وفعلا حضرتك قلت كل الاعراض حضرتك قلتها ان هي بتقول ظهرها بيوجعها وحاسه ان في تقل فعلا تحتها،
دكتور قبل كده هل ممكن اكون متلاحظ عليها حاجه تؤدي لده، ولا هو بيحصل مره واحده وهي بعد كده بتيجي لحضرتك؟ لا، هي حاجه السيده لازم تلاحظ الاعراض. يعني ايه الاعراض؟ هو الاعراض اول عرض حضرتك هو الام اسفل الظهر. دي حضرتك يعني الحاجه المزمنه معظم الناس. ليه يا دكتور بيأثر على الظهر؟ لان حضرتك الرحم ده حضرتك مرتبط، يعني هو سبحان الله الرحم ده حضرتك برضه عشان الناس تبقى فاهمانه، هو مش طاير في الهواء، يعني هو الرحم ده ربنا سبحانه وتعالى مثبته في مكانه باربطه. الأربطة دي أربطة أمامية وأربطة خلفية وأربطة جانبية وعضلة فرشة في الحوض، واخد بقى زي المروحة كده. يعني الموضوع سبحان الله حك يعني معمول يعني طبعا كل حاجة حك. لكن أهم أربطة عندنا هي الأربطة اللي رابطة ظهر الرحم بفقرات الظهر في الآخر، واخد بقى الحاجة بالظبط منتصف الظهر. الأربطة دي عاملة زي، عشان تبقى الناس سهلة يعني فاهمة معانا، عاملة زي عارف العربية اللي بالحصان، اللجام اللي ماسك الحصان، فالحصان ممسوك بلجامين يمين وشمال، فهو حضرتك بالظبط الرحم ممسوك في الظهر بأربطة يمين وشمال، هو رباط يمين ورباط شمال. لما بيحصل ارتخاء في الأربطة اللي بيحصل ايه؟ ان الرحم بيقع. لما بيقع بيشد على مين؟ على الأربطة. الأربطة تشد على مين؟ على الظهر. فالست تشتكي مش انها مش بتشوف الرحم بيسقط، هي بتشوف بتحس ان ظهرها هو اللي ابتدى يألمها. واخد بال حضرتك؟ طبعا الام الظهر ليها اسباب اخرى كتير جدا، يعني طبعا اساتذة العظام ممكن يفيدوا اكتر، لكن انا بقول ايه الام الظهر المرتبطة بهذا ايه المرض، واخد بال حضرتك، او بسقوط الرحمي او المهبلي. تمام. الاعراض الاخرى بقى الالتهابات المتكررة، الافرازات، دي كلها بيتم عن طريق ايه؟ الكشف. هو الكشف الاساسي كشف امراض النساء هو اللي حضرتك هيحدد لك اذا كان في سقوط مهبلي او سقوط رحمي، ودرجة السقوط هل هي درجة بسيطة، هل هي درجة متوسطة، هل هي عنيفة، هل سقوط رحمي من الدرجة الاولى الثانية الثالثة او الرابعة، ده اللي الدكتور بيقدر ايه يحدده عن طريق كشف امراض النساء. طيب دكتور اسمح لنا هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا في صحتك امانة مشاهدينا الكرام. فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معانا. إذا كان حلمك الأمومة، إذا كان عدم الإنجاب شبح يطاردك، فلا تفقدي الأمل. تابعي برنامج صحتك أمانة لتكتشفي أسرار تأخر الحمل وأطفال الأنابيب والحقن المجهري مع الدكتور أحمد مجدي، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني. صحتك أمانة يأتيكم السبت 11 صباحا. خدمة الرسائل، شارك معنا في خدمة الرسائل القصيرة SMS على قناة الصحة والجمال في جميع الاستشارات الطبية في التخصصات المختلفة، وأرسل رسالتك على الرقم المرادف لبلدك. للإعلان على قناة الصحة والجمال الوكيل الحصري واو للإنتاج الإعلامي والتسويق. المزارع ده مش ممكن يصلح لك عربيتك، والحداد ده مش ممكن يعالج أولادك، وكمان الدكتور ده مش ممكن يفتيلك في دينك. عشان كده عملنا خدمة الاستفسارات الدينية، اتصل الآن وهيرد عليك مجموعة من العلماء وهيتم الإجابة على كل استفساراتك. اتصل على 17-56 واضغط رقم 3. لو عندك موهبة في تقديم البرامج وحاسس انك ممكن تبقى مذيع مشهور، فقط على قناة الصحة والجمال تقدر تبقى مذيع. ارسل رسالة على 94-174 فيها اسمك ورقم تليفونك، وسنتصل بك لتحديد موعد المقابلة.
الآن يمكنك تحميل أجمل الرنات الدينية لأجمل المنشدين فقط على قناة الصحة والجمال. الإسلام خير ومحبة. الإسلام خير ومحبة. الإسلام رحمة وأمان، بيعلمنا في كل حياتنا نعلى ونعلى مع الإنسان. أمي أنا ليك يا قلب حنين، يا أمي يا كل الطيب، بعيش ليك ودعاك زين طريقي يا أغلى حبيبة. طريقي للجنة جيت لك وأنا مليان ذنوب، بتمنى رضاك علي مدعي في كل ركوع وسجود، ده أملي ومنى عناي، تهديني لطريقي طريقي للجنة، تهديني لطريقي طريقي للجنة. ومسعى ياللي انت شاكي الحال ما اكتر الاعمال، ياللي انت شاكي الحال ما اكتر الاعمال، بس انت ومسعى ارض الكريم واسعى، بس انت قوم وسعى ارض الكريم واسعى، ابدا في اي مجال، ابدا في اي مجال. نبض الناس تعالوا نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالاحساس، نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالإحساس، نمد إيدينا لإيديه، نشوف الدنيا بعنيه. لتحميل الرنات اتصل الآن على 17-64 واضغط رقم 5. إذا كان حلمك الأمومة، إذا كان عدم الإنجاب شبح يطاردك، فلا تفقد الأمل. تابعي برنامج صحتك أمانة لتكتشفي أسرار تأخر الحمل وأطفال الأنابيب والحقن المجهري مع الدكتور أحمد مجدي، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني. صحتك أمانة يأتيكم السبت 11 صباحا. عودنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، ولسه بنكمل معاكم برنامجنا صحتك امانه بصحبه الاستاذ الدكتور احمد مجدي، استاذ مساعد الامراض النساء والتوليد والعقم بطب القصر العيني. اهلا بك يا دكتور مره ثانيه، واسمح لي قبل ما ادخل في موضوع حلقتنا مره ثانيه عايز انبه على الساده المشاهدين ان الدكتور احمد مجدي ان شاء الله هيكون موجود يوم الاربعاء في زياره للفيوم في مستشفى الندى ان شاء الله من الساعه 12 ظهرا الى الساعه 3 عصرا، وهيكون موجود الجمعه اللي جايه ان شاء الله يوم 7/6/2013 في زياره لاسوان الجمعه الجايه ان شاء الله من الساعه 10 الصبح ل 10 بالليل. وطبعا الزياره لاسوان يعني هيخدم كومومبو وادفو واسوان والمناطق المحيطه زي الاقصر ان شاء الله في اسوان ان شاء الله الجمعه اللي جايه 7/6 من الساعه 10 الصبح ل 10 مساء باذن الله. تنورنا يا دكتور، تيجي بالسلامه ان شاء الله. دكتور احمد لو حبيت ارجع لموضوعنا هو سقوط الرحم، ممكن الموضوع ده يا دكتور عامل قلق كتير للناس على الفيسبوك، الناس ابتدت تبعت لنا وبتستفسر هل في خطوره يا دكتور، بقى ايه الخطوره اللي ممكن تنتج عن سقوط الرحم لو الست ما هو زي ما حك نوهنا في اول البرنامج ان حك ان اولا لما بيحصل سقوط للمهبل اول حاجه هي الام الظهر، ودي كلها اعراض يعني خد بالك، لكن اخطر حاجه زي ما شرحت لحضرتك ان بيحصل اهمال
فحك الرحم بيسقط. لما الرحم ده بيحصل فيه سقوط بيحصل حاجه اسمها كينك، يعني بيحصل التواء في الحالبين. لما الحالبين بيحصل فيهم التواء تبص تلاقي يحصل حاجه اسمها باك بريشر، يعني يحصل ضغط على الكليتين. فتبتدي بقى المشاكل تظهر، واخد بال حضرتك؟ وهنا لابد من التدخل الجراحي السريع علشان ترفع الضغط مع الحالب. بس ده بيحصل معظمه في السن الكبير، يعني مثلا سيدات في عمر مثلا 60 وطالع، يعني واخد بال حضرتك؟ لكن المشكله الرئيسيه عندنا النهارده بتيجي ناتجه عن هذا السقوط، واخد بال حضرتك؟ هو مشكله التبول، واخد بالك؟ هو موضوع السلس البولي. وزي ما شرحنا هيك في الاول ان هذه المشكله بتعوق حياه السيده. ان مش معقول واحده تعيش حياتها تكح تعطس نقط تبول بتنزل غصب عنها. والسيدات بيبقوا عرضه اكتر طبعا من الذكور نتيجه الولادات المتكرره، الحمل المتكرر، واخد بال حضرتك؟ كل ده بيؤدي الى ضعف في العضلات اللي هي مسؤول عن التحكم في التبول. فتيجي الست تقول لك والله انا بقى بشكي وبعمل، انت لازم اهم حاجه في الكشف عشان تحدد هو السلس البولي اللي عندها هل هو ناتج فعلا عن ضعف في هذه المنطقه في العضلات، ولا هو ناتج عن حاجه نيروجينيك، يعني حاجه في الخلايا العصبيه. يعني هل التحكم في التبول ده او ضعف التحكم ده ناتج عن خلل عصبي فده بيتعالج بدواء، واخد بالك؟ ولا هو ناتج عن سقوط رحمي او مهبلي وده بيتعالج باشياء اخرى كتير ممكن نتكلم عنها في الحلقه ان شاء الله. الاساس عندنا برضو في المشكله هو مشكله الالتهابات المتكرره. يعني يجي لك السيده بالتهابات وافرازات، التهابات وافرازات، تقول لك انا والله، او مثلا في مشكله ثانيه قد ننوه اليها برضو هو المشاكل الزوجيه. العلاقه؟ مشاكل في العلاقه الزوجيه. واقول لحضرتك برضو بصراحه ان معظم السيدات ما بتتكلمش. نتيجه الثقافه العامه عندنا ان الناس بتحرج انها تتكلم في حاجات زي كده. لكن احنا بنقولها العلم ما فيهوش حاجه. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه ان العضله بترتخي. فلما العضله بترتخي بيحصل حاجه اسمها اتساع. واخد بال حضرتك؟ فلما بيتسع الجهاز التناسلي في السيدات فبيحصل نوع من ان الزوجه نفسها مفيش شعور باي حاجه خالص، يعني الارتخاء تام في العضله. فما فيش شعور، واخد بال؟ وبعض السيدات بتحرج انها تتكلم في حاجه زي كده، او ان الزوج نفسه ما بيكلمش، يعني واخد بال حضرتك؟ او هو بيقول يعني ان في حاجه مش مظبوطه وبتاع، لكن هم يعني نادرا ما تلاقيها بتلجا للطبيب في مصر لحاجه زي كده. لكن انت لما بتكشف بتفهم ان في مشكله. يعني طب دكتور، لو في ورم ليه في داخل الرحم وكان كبير شويه، ده ممكن يؤدي لسقوطه؟ هو حضرتك لا، هو يعني ممكن اذا على حسب وضعه وعلى حسب مكانه، هو فين بالظبط، واخد بال حضرتك؟ هل الورم ده مكانه يستدعي ان الورم من الرحم ممكن ينزل، ولا حضرتك ما يعملش؟ ان بعض ده بيحصل على مكان الورم. لكن هو حكي الاساس ممكن طبعا، لكن الاساس الرئيسي هو حضرتك الولادات المتعثره، الولادات المتكرره. ولكن وحاجه نادره جدا برضو ان بعض الناس يقول لك حاجه اسمها فيرجنال برولابس او نالبرس برولابس، يعني تيجي سيده ما ولدتش خالص، ما حملتش خالص، وتيجي عندها صوت، واخد بال حضرتك؟ ليه؟ نتيجه ضعف عام في الانسجه، ودي حاله نادره يعني بتتشاف يعني كل فين وفين. لكن وجود اي حاجه ترفع الضغط في البطن، يعني مثلا واحده عندها كحه مزمنه، واخد بال؟ الناس اللي عندهم ازمه صدريه طول النهار يكحوا، واخد بال حضرتك؟ دول ممكن يتعرضوا اكتر للناس اللي عندها مثلا اورام في البطن كبيره، زي ما حضرتك تفضلت وقلت الناس عندها اورام اللي فيها ضخمه. اي حاجه بترفع الضغط داخل البطن ممكن تؤدي الى سقوط رحمي او مهبلي. طيب احب انوه السادة المشاهدين، احنا فتحنا الاتصالات على الهواء مباشره حالا، يعني يمكن ناقشنا موضوع حلقتنا عن سقوط الرحم والاسباب والاعراض، وكمان ان شاء الله هنكمل معاكم طرق العلاج المختلفه. يا ريت الكنترول يفتح لنا الاتصالات حالا على الهواء مباشره. دكتور جالنا اس ام اس حاليا على يسار الشاشه، عملت رفع حاجز رحمي بالمنظار وانتظمت دورتي اول الشهر وبعدها لم تنتظم، ما السبب؟ لا، هو حضرتك رفع الحاجز الرحمي بالمنظار هي عمليه طبعا دقيقه جدا، ولذلك انت لازم بعد لما تعمل عمليه رفع الحاجز الرحمي بالمنظار انك انت تتاكد ان انت البطانه الرحميه سليمه وان الحجره الرحميه كلها سليمه. ده بيتم عن طريق ان انت تعمل يا اما تعمل حاجه اسمها افيس هيستروسكوبي، ان انت ممكن تعمل منظار رحمي في العياده، واخد بالك؟ طبعا ده دقيق شويه وده متناول في بعض العيادات، يعني واخد بال حضرتك؟ انت بتبص بيه تخش تطمن ان كل حاجه سليمه. اذا حضرتك او عملت موجات صوتيه عاديه او رباعيه الابعاد تاكدت ان البطانه الرحميه سليمه 100% وعادت الى طبيعتها وان الحجره الرحميه عادت الى طبيعتها، بتعمل حضرتك تحاليل هرمونات عشان تتاكد هي ليه الدوره ما رجعتش لطبيعتها تاني، واخد بالك؟ لكن ده بيعتمد انت عملت ايه بعد العمليه وعملت ايه في العمليه نفسها. تمام. طب دكتور
يمكن جالنا بعض الاس ام اس على صفحه البرنامج. خلينا ناخد اس ام اس منهم. من مارو بتقول: يا دكتور احمد، انا حامل في الشهر الثالث وعندي املاح عاليه، عامله لي زلال وورم على رجلي، ينفع اخد فوار للاملاح؟ وكمان عندي التهابات مهبليه، ينفع اخد لها لبوس مهبلي ولا لا؟ طب ناخد خلود. جالنا اتصال، احنا فتحنا الاتصالات على الهواء مباشره. خلود اتفضلي. الو، اتفضلي يا خلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا سمحت، انا كنت عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضل يا دكتور، معاك يقولي سؤالك يا فندم. دكتور، انا متجوزه بقالي سنتين ورحت لدكاتره امراض نساء كتير وعملت اشعه بالصبغه وتحاليل وتحاليل جلدي، كله مفيش حاجه. فانا يعني مش عارفه ايه اللي ممكن يبقى مانع الحمل. حاضر. في سؤال تاني يا فندم؟ نعم، في سؤال تاني حضرتك؟ لا، هو بس لو في حاجة المفروض لو يعني ان انا اعملها تحاليل او اشعة، ممكن حضرتك تقولها لي؟ هنشرح لحضرتك. حاضر، يعني انا حاضر. شكرا ليك يا خلود، ربنا يطمن عليك ان شاء الله. وتابعينا كل يوم سبت 11 صباحا لاي سؤال او استفسار عندك مع دكتور احمد. هو حضرتك بالنسبة للسيدات كلها المتزوجة، لو فات سنة زي ما قلنا قبل كده، طالما ان فات سنة على الزواج وإن الزوج ما بيسافرش وعلاقة زوجية قائمة، إحنا حضرتك يبقى عندنا سبب علمي رئيسي مأخر الحمل. بنبتدي زي ما قلنا زي الكتاب، وبنمشي بطريقة بسيستم مظبوط. إن حضرتك أنت بالأول بتبتدي تشتغل، أول حاجة بتعمل تحليل سائل منوي للزوج، تطمن إن الزوج سليم 100%. والتحليل ده له قريات دلوقتي مختلفة خالص عن قريات زمان. فيفضل إنك تعمله في مركز مساعد إنجاب، يكون أفضل بكتير جدا. أو في حاجة متطورة شوية، لأن القراية نفسها اختلفت. بتيجي بعد كده حضرتك لو الزوج سليم، بتعمل تحليل للزوجه في اليوم الثاني او الثالث من الدوره. هي تحاليل خاصه بهرمونات لها علاقه بالتبويض، وفي هرمونات ثانيه بعض الناس بتنساها، لكن مهمه جدا تعمل. بعض الناس بتلجا انها تعمل تحليل معين في اليوم ال 21، قد تعمله قد ما تعملوش، ده بي على حسب الحاله. اذا الهرمونات سليمه بتعمل متابعه تبويض للزوجه، واخد بالك، عشان تتاكد ان البويضات بتخرج في مواعيدها مظبوطه، وان حجم التبويض وبطانه الرحم عندها سليمه وسمك البطانه سليم. إذا تابعت إن كل ده مظبوط، بتعمل بعد كده حاجة اسمها أشعة الرحم وقناة فالوب عشان تطمن إن قناة فالوب سليمة. إذا كل حاجة ما فيهاش مشكلة، ممكن إن أنت تدي منشطات خفيفة وتتابع التبويض لمدة 6 شهور، حصل حمل حصل، ما حصلش تعمل منظار. المنظار ده عشان تتأكد أو تشخص إذا كان مثلا في حاجة ما تتشخصش غير بالمنظار، زي هجرة بطانة رحم مثلا، أو تشوف إيه هي حاجة اللي منع الحمل. إذا الأمور ماشية كويسة والدنيا كويسة في المنظار، بتستنى كمان 6 شهور. ده بس ده بيعتمد على عمر السيده يعني. لو عمرها صغير في السن ممكن تدي فرصه يعني او مده اطول. لو العمر فوق 37 سنه او 36 سنه، قد تلجا انك تسرع شويه باجراءات اخرى يعني. فهي بس تمشي زي الكتاب والسيستم. عايز تتصل بينا اي وقت نقول لها تعمل ايه، مفيش مشكله خالص. يا ريت يا خلود، ارقام دكتور احمد موجوده قدام حضرتك على الشاشه لو تحبي تتواصلي معاه او تقولي له تفاصيل اكتر عن الموضوع، وان شاء الله هو يفيدك باذن الله. يا دكتور، نرجع للاسئله اللي معانا. الحامل في الشهر الثالث والاملاح عاليه وعامله لها ورم، وممكن تاخد هو المسؤال. حضرتك في الشهر الثالث املاح عاليه، هي حضرتك اول حاجه ممكن انها تشرب ميه كتير وتقلل الاملاح في الاكل، واخد بال حضرتك، والموالح، الموالح زي مثلا المانجا، الفراوله، الحاجات دي، واخد بال حضرتك. بعض الناس بتلجا في اول 3 شهور انها تاكل املاح كتير، لان هي بتبقى عندها ميل قيء وعايزه ترجع وهو الى اخره، يبقى في شهيه قوي للاكل. لكن احنا بنقول لها كلي، لكن يعني بوسطيه يعني، اهم حاجه يبقى الامور وسط، ما تبقاش يعني مندفعه قوي في الاملاح ولا انها تمنعها خالص يعني. وتشرب سوائل مدره للبول زي الميه او ميه الشعير او عصير القصب، دي كلها حاجات مدره للبول. بعد كده حضرتك بتعيد تحليل البول تاني، اذا كان لسه في املاح ممكن تاخد حاجه مذيبه للاملاح، واخد بالك، اي دواء مذيب للاملاح ما فيهوش مشكله يعني. بعض الناس اللي كانت بتشتكي من التهابات مهبليه، ده بيعتمد على شكل الالتهابات، تلاقي التهابات مع مصاحبه ليها افرازات مثلا بيضاء او مثلا ماديه لون على اصفر ولا حاجه. اذا كان الطبيب المعالج شايف ان هذه الالتهابات فطريات او مثلا فطر على بكتيريا، قد يلجا انه يدي بعض المطهرات او بعض الكريمات او اللبوس مثلا، ما فيش مشكله خالص، فيش ضرر يعني. طيب رساله اخرى دكتور من نور بيقول: دكتور، انا النهارده في اليوم الثالث من الاسبوع 25، وزن البيبي 688 جرام على جهاز الفور دي، فهل وزنه كده قليل ولا لا، مع العلم انه من 8 ايام كان بجهاز السونار 657؟ ارجو الافهام. هو حضرتك الناس برضو
بتقلق قوي من وزن البيبي، واخد بال حضرتك؟ لكن هو حضرتك الطبيب المتابع هو اللي يقدر يحدد. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك بتقول والله انا مثلا عملت سونار في النهارده، بعد 15 يوم او 3 اسابيع عملت سونار تاني لقيت الوزن كذا، بقدر احدد. طيب تاخد ورق على التليفون؟ ولاء مدام ولاء، طيب حاولي تكلمينا مره تانية مدام ولاء، اتفضلي. واخد بال حضرتك؟ فانت حضرتك بتعمل ايه؟ بتقيس الوزن بصوره متكرره. انت اللي بتقدر تعرف كطبيب معالج ومتابع، عشان كده متابعه الحمل مهمه جدا. تقدر تعرف الجنين بتاعك ده بينمو بصوره طبيعيه ولا لا. لما تيجي هي تعمل فورديا، تعمل فورديا عند حد مره واحده، هو بيقول لها والله انا قست كذا. السونار نفسه، اي جهاز سونار او اي طريق قياس، دي بتبقى فورمولا، يعني حاجه بالكمبيوتر، يعني واخد بالك؟ فبيقيس حضرتك وبيدي حاجه اسمها، يعني في حاجه اسمها ان هو في نسبه خطا. نسبه الخطا دي من 10 الى 15% بالزائد او بالنقص. فاذا لقى اللي هو بيعمل ايه كمان، جهاز سونار بيعمل لك حاجه اسمها جروث كيرف، دي حاجه اسمها منحنى النمو بتاع الطفل. فاذا انت حضرتك حطيت وزن الطفل على منحنى النمو لقيته على طالع فوق الزيرو سكيل، يعني طبيعي، واخد بالك؟ مفيش مشكله خالص. لو هو شك ان الوزن اقل من الزيرو سكيل، واخد بالك؟ يعني على المنحنى زيرو او اقل، فبيطلب من السيده انها تجيله بعد 15 يوم وتعيد تاني السونار عشان يقارن الوزن ده بالوزن اللي بعد كده. وفي نفس الوقت بيعمل حاجه اسمها دوبلر. الدوبلر ده بيقيس تدفق الدم، لو تدفق الدم ماشي مظبوط ما عندوش مشاكل. تمام. طيب دكتور هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مشاهدينا الكرام. قبل الفاصل دكتور احمد موجود ان شاء الله يوم الاربعاء في زياره للفيوم باذن الله من الساعه 12 للساعه 3 عصرا في مستشفى الندى، ويوم الجمعه الجايه ان شاء الله 7/6 موجود معاكم في اسوان يا اهل الصعيد من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساء. يعني بشرى لهلكم كومومبو وادفو واسوان وطبعا المدن الموجوده زي مدينه الاقصر. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم معانا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قناة الصحة والجمال، دكتور في بيتنا. الصحة والجمال كلنا متجمعين. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بنكمل معاكم برنامجنا صحتك امانه بصحبه الاستاذ الدكتور احمد مجدي استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والعقم طب القصر العيني. واحب افكر حضراتكم مره ثانيه دكتور احمد موجود معاكم في الفيوم يوم الاربعاء من الساعه 12 للساعه 3 في مستشفى الندى، وموجود معاكم يوم الجمعه الجايه في اسوان من الساعه 10 للساعه 10 مساء، من 10 صباحا للساعه 10 مساء ان شاء الله. دكتور احمد بنتكلم عن موضوعنا النهارده هو سقوط الرحم او السقوط المهبلي، كنت حضرتك عايز تضيف معلومه. هو حضرتك زي ما كنا بنتكلم قبل الاذان، يعني
ان هو حضرتك في طبعا علاجات كتيره ممكن تتم لهذه المشكله، يعني واخد بالك في علاجات دوائيه، في بعض التمرينات ممكن السيده ممكن تقوم بيها لتحسين التون بتاع العضله، اي ارتخاء في العضلات انت بتدي تمرينات رياضيه معينه، التمرينات دي ممكن تحسن من العضله نفسها، وممكن حضرتك في ادويه زي ما قلنا قبل كده، وممكن تلجأ الى التدخل الجراحي. النهارده حقيقه التدخل الجراحي يعني اختلف خالص عن زمان، يعني كانت زمان جراحه تقليديه، بس هي برضو الناس اما بتجيب اما بتقول لها كلمه جراحه الناس بتقلق، واخد بال حضرتك، وبتخاف، لكن هي جراحه بسيطه جدا. النهارده في الجراحات دي حاجه بالذات حال لموضوع السلس البولي او السقوط الرحمي، جراحات بسيطه جدا بتتم حاجه بصوره يعني بتتم في الجهاز التناسلي بس، بدون اي جراحات في البطن خالص، من غير فتح خالص، والسيدات بيخرجوا حضرتك في نفس اليوم او تاني يوم تروح بيتها تعيش يعني، وتبقى طبعا في اول اسبوع بيطلب منها بعض التعليمات انها تحافظ على مثلا ما تشيلش حاجه تقيله، ما تزقش حاجه تقيله، حاجات زي كده، وبعد كده الامور بترجع لطبيعتها. بس احب اقول للناس ان الامور بتختلف اختلاف تام تام، يعني الحياه بتتغير خالص. من سيده كانت بتعاني من الام في الظهر، كانت بتعاني من الام في الحوض، كانت بتعاني من التهابات متكرره، كانت بتعاني ممكن في الحياه الزوجيه بتاعتها بصوره ما، كانت بتعاني من اشكال اخرى، واخد بال حضرتك، او سلس بولي، بتخرج الى سيده مختلفه تماما. يعني اقدر اقول ان احنا بنرجع سنين لورا، واخد بال حضرتك، يعني في العمر. فطبعا الصحه بتفرق طبعا، تفرق كتير جدا 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 يعني. تمام. طيب دكتور احنا معانا فيديو، يا ريت الاستاذ مصطفى يحضره لنا. في سؤال يا دكتور جنى يعني بيتكلم عن اعراض انتهاء الدوره الشهريه عند السيدات. هو حضرتك الفترة نشوف الفيديو الأول ونرجع نكمل كلامنا في موضوعنا، اتفضل يا أستاذ مصطفى. هو حضرتك ده الصورة دي حضرتك بتوريك الحوض من الجنب، وده حضرتك احنا بنعمل هنا عملية لرفع الرحم بالمنظار، واخد بال حضرتك، واللي أنت شايفه ده حاجة اسمها ماش، الماش دي حضرتك اللي هي شبكة. الشبكة دي أنت حضرتك بتفردها على الرحم، واخد بال حضرتك تماما، وبتخش حضرتك بالمنظار. طب ممكن تعمل جراحة تقليدية، ممكن بالمنظار، على حسب الإمكانيات يعني. واخد بالك بتتربط بالمنظر اللي احنا شايفينه ده جراحيا، واخد بال حضرتك، على الرحم على الناحيتين، طبعا ده هنا في الجدار الخلفي من الرحم. هو الهدف منها ايه؟ انك تعمل حاجه اسمها اوبليتريشن للدجلس باوتش، انك بتقفل خالص حضرتك في ورق الرحم، نقدر نقول زي كهف كده، واخد بالك، ده اللي ممكن الرحم يسقط فيه. ده حضرتك احنا بنعمله اوبليتريشن، بنقفله تماما عن طريق ايه؟ ان انت حضرتك بتحط الشبكه دي، فطبعا دي بتمنع السقوط خالص، بتقفلها، بتسد تماما هذا الكهف. وبعدين بتقوم جاي حضرتك رابط حضرتك الشبكه دي بالجدار الخلفي للرحم بالغرز الجراحيه اللي حضرتك شايفها دي بالمنظار، وبعدين بتقوم جاي رابط كمان الشبكه دي بحضرتك الجدار الخلفي للبطن. فانت بتقفل تماما الرحم ده، تمام، بيتربط تماما وبيتشد عليه كويس جدا، واخد بال حضرتك، وفي نفس الوقت الشبكه دي بتعوق ان هو ايه؟ يسقط تاني، تمام؟ ففي هذه الحاله بتخرج السيده، وفي نفس الوقت العمليه دي بتتعمل، بتاخد حوالي مثلا حوالي نص ساعة 45 دقيقة، تعمل بفتحات بسيطة جدا في البطن، واخد بالك، فتحة حوالي سنتي ونص سنتي، وبتخرج عنها في نفس اليوم. تعيش حياتها عادية جدا وطبيعية جدا، وطبعا دي العملية دي يعني بتقلل جدا بقى، مفيش بقى خلاص مشاكل تاني خالص، ولا سقوط رحمي، ولا ان انت كان زمان وما زال يعني في السن معين انت بتلجأ لعملية استئصال رحم في بعض الحالات، واخد بالك، لكن العملية دي اللي احنا بنشرحها هنا برضه لازم تبقى فاهمة ان دي ما تتعملش لكل درجات سقوط الرحم. بتعمل درجات معينه، لكن اذا انت وصلت لمرحله ان الرحم في الدرجه الرابعه من السقوط يعني خارج بره خالص، في الحاله دي ما ينفعش ان انت تعمل عمليه زي دي خالص. في الحاله دي انت لازم ان انت تعمل عمليه استئصال رحم ايه؟ كامله. بس ده بيتم في السن ايه؟ الكبير جدا يعني. لكن لو سيده في فتره من العمر لسه صغيره عايز تحافظ على الرحم بتاعها، تلجأ الى هذه الجراحه. زي ما انت شايف حاجه بالمنظار هنا، احنا بنعمل بقى، بنفتح هنا الغشاء الخلفي المبطن لجدار الرحم، لجدار البطن، ثم بنقوم حضرتك ناخد غرز جراحيه، بناخد الشبكه دي نربطها في الجدار الخلفي من البطن، واخد بالك، احنا اكننا احنا بنعمل اربطه جديده، واخد بال حضرتك، اللي بتربط تاني الرحم في مكان، تمام. فده حضرتك دي جراحات جيده خالص، واخد بال حضرتك، وبتتم بصوره سريعه جدا، والناس بتخرج في نفس اليوم، مفيش مشاكل خالص، والامور بسيطه، ومفيش اي اضرار خالص ممكن تعود على السيده، واخد بال حضرتك. ده بالنسبه للسقوط الرحم. بالنسبه للسلس البولي، السلس البولي كانت طلعت موضه كده ان هم حضرتك لو حصل سقوط، واخد بالك، في المهبل، ان انت ممكن تركب برضو شبكه زي اللي احنا حاطينها دي، لا ننصح بيها تماما حاليا. يعني الشبكه دي تتحط في المنطقه دي ماشي، لكن لو انت جيت حطيت الشبكه دي في الجهاز التناسلي في المهبل،
بتعمل مشاكل كتيره جدا 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 بعد كده. فانا لا انصح بيها خالص يعني شخصيا، وانصح انها تعمل فيها عمليات زي التي في تي، دي عباره عن تيب او مثلا زي شريط كده صغير خالص بيتحط بعمليه بسيطه خالص، وبتتربط حاجه في الجدار امام البطن وفي الحوض، وبتخرج بعديها في نفس اليوم وتعيش حياتها طبيعي جدا ومفيش اي مشاكل خالص، او جراحات بسيطه يعني ممكن تقوم بيها يعني. تمام. طيب دكتور، يعني ام ديما بعت لنا بتقول بنتها عندها 24 سنه وهي ام ديما جالها سقوط في الرحم، هي قلقانه على بنتها اللي لسه ما اتجوزتش 24 سنه، هل ده ممكن يجي لها في المستقبل الموضوع وراثي؟ الفيرجنال لا وراثي لا، لكن فيرجنال او نالبرس برولابس يعني يجي حضرتك في سن صغير جدا، ده بيبقى حضرتك هي مولوده كده. لكن ان انت تقول ان الام مثلا في عامل وراثي نادرا 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 نادرا، واحنا بنطمنها تماما مفيش حاجه من دي خالص مفيش. طيب نرجع دكتور لسؤال جنة عن اعراض انتهاء الدوره الشهريه. اعراض انتهاء الدوره الشهريه حضرتك هي اول حاجه ان احنا في فتره ما قبل انتهاء الدوره الشهريه وفتره ما بعد انتهاء الدوره الشهريه. الفتره ما قبل انتهاء الدوره الشهريه بيسموها كليماكتيريك بيريد او فتره حرجه، مثلا ان السيده بتيجي الدوره بتاعتها تغيب كل شهرين ثلاثه، عندي وجع مش عارفه فين، بحس ببعض الاعراض. الاعراض دي بتشمل اهم عرض او اكتر عرض شائع يعني، تقول لك بحس بهبو يعني، الست تبقى قاعده كده تبص تقول لك انا بحس بفوران في جسمي، زي السخونيه بتطلع جدا في جسمي خالص، وهو ده اعرق بطريقه جامده جدا، وحتى في الشتاء لدرجه تقول لك انا هدومي كلها بتتبل، وممكن تبقى قاعده في وسط الناس عماله تعرق، واخد بال حضرتك، وتلاقي ايديها بتعرق وراسها يعني حاجه منظر فظيع. طبعا دي لو العرض ده جه مثلا مره ولا حاجه مش مهم، لكن لو جه حاجه بصوره متكرره في هذه الحاله انت بتلجا الى بعض العلاجات التعويضيه. النهارده العلاجات التعويضيه كان ما زال يعني ان الناس حضرتك بتقول احنا في علاجات تعويضيه تقليديه تشمل الهرمونات، يعني انت راح الهرمون الاستروجين من الست انت بتديها هرمون تعويضي. بعض الناس بتلجا الى ذلك، بس ده طبعا له قواعد محدده جدا لاختيار الحالات اللي ينفع فيها. يعني مثلا الحالات اللي عندها امراض مثلا في القلب، عندها سكر، عندها ضغط، عندها كبد، حاجات زي كده، انت ما بتقدرش تروح حاجه زي كده خالص. او مثلا في هيستوري او تاريخ مرضي ان في كانسر مثلا او حاجه مرض خبيث في العيله يعني مرتبط بالجهاز التناسلي للسيدات، لا ينصح طبعا او للسادي بالذات لا ينصح انك تدي هرمونات ايه؟ تعويضيه، لكن ممكن تدي حاجه اسمها بدائل الهرمونات. يعني دلوقتي في الماركت وهتبقى حضرتك في السوق في ادويه حاجه اسمها بدائل هرمونات، البدائل دي انت بتدي للسيدات ادويه تعوضها عن الهرمونات اللي راحت منها، بتشتغل في الجسم على انها هرمونات ولكن ليست ايه؟ هرمون. دي بتعوضها خالص. بره عاملين حاجه اسمها منوبوزال كلينكس، يعني عاملين حاجة عيادات متخصصه جدا لفتره ما قبل انقطاع او انقطاع الطمس. دي حاجه بتشمل طبيب امراض نساء، بتشمل حضرتك طبيب عظام عشان هشاشه العظام، تشمل الناس بتوع فيزيوثيرابي علاج طبيعي، دكاتره تغذيه عشان تحافظ على الوزن بتاع الست، دكاتره بتوع تجميل، دول كلهم بيشتغلوا مع بعض. علشان ليه؟ لان انت حك لو احنا لازم نقول للسيدات الناس بتكبر عشان ترتاح مش بتكبر عشان تتعب. وبعدين الدورة بتنقطع على سن متوسط 50 حاجة و50، العمر المتوسط للسيدات حاجة و70. طب ال 25 سنة من سن 50 ل 75 يعني هل أنت المفروض تعيشيهم وأنت تعبانة ولا المفروض تعيشيهم وأنت مرتاحة؟ صح. لا تعيشيهم وأنت مرتاحة، أنت بتكبري علشان نريحك مش بتكبري عشان نتعبك. فإحنا المفروض واجبنا إن إحنا نحافظ عليكي ونديكي التعليمات والحاجات اللي هي تقي من امراض اللي ممكن تحصل في السن ده، تعيشي حياه طبيعيه وحياه كويسه جدا وارشادات تعيشي كويس، ونامل ان ده في يوم من الايام يكون موجود في مصر ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. دكتور في مها بتقول ذاك دكتور احمد انا هبتدي اخد اقراص ياسمين لاني مسافره لجوزي ياخدها ثالث يوم من البريود، مش عارف اخلص 21 قرص وابطله وابتدي اخده من البريود اللي بعدها ولا افضل مكملها عادي وما اقطعوش. لا لازم تقطعه. عليك حبوب منع الحمل اللي هو اللي هي ذكرتها دي نوع حق اللي هي بنسميها نوع مختلط، يعني فيه نوعين من الهرمون. ده حضرتك بتاخد 21 يوم ثم يوقف اسبوع ثم يكرر. بعض الناس بتبتدي من اول يوم في البيريد، ثاني او ثالث يوم مش فارقه قوي يعني، المهم بتخلص تاخد. اهم حاجه انها تاخد الحبايه كل يوم في نفس الميعاد وانها ما تنساش حبايه، دي اهم حاجه، لانها لو نسيت حبايه او حبايتين ممكن يحصل لها سبوتنج، يحصل نزيف، او اذا حصل علاقه زوجيه ممكن يحصل حمل على الحبوب لو هي لخبطت في مواعيدها ولخبطت في اخدانها يعني. بعد ما تنقاد خلصت الحبوب او مثلا خلصتها مثلا النهارده السبت اللي وراه تدي ايه؟ العلبه الجديده. دي طريقه. في بعض الناس تقول لك عشان ما لخبطش نفسي انا بخلص الحبوب تنزلي البيريود، اول ما بتنزل البيريود ثاني او ثالث يوم ببتدي علبه جديده، او مثلا انتهائها ببتدي علبه جديده، كلها ما فيش مشكله، المهم انها تمشي بسيستم مظبوط، بس ما ينفعش انها تاخدها على طول. تاخدها على طول امتى؟ بعض الناس بتعمل كده مثلا، احنا داخلين يعني ان شاء الله سبحان الله على رمضان يعني كل سنه والناس طيبين، بعض الناس بتعمل كده علشان ما ينزلش بيريود في رمضان، يعني تفضل مكمله لحد ما تخلص
ما اعتقدش ان هيكون في ضرر لو هي عايزه تعمل حاجه زي كده يعني. طيب مايويا يا دكتور بتقول السلام عليكم دكتور احمد، انا حامل في اخر الثامن ورجلي ورمت وخاصه الكعبين ومش قادر امشي عليها خالص، هل ده طبيعي؟ لا ده ناتج عن زياده الاملاح واخد بال حضرتك، ولكن لابد من قياس ضغط الدم وعمل تحليل بول للتاكد من وجود املاح او زلال واخد بال حضرتك، لكن هي لازم تكشف علشان تتاكد ان اذا كان الورم ده هل حاجه طبيعيه ولا مش طبيعيه، يقدر يحدد الطبيب المعالج عن طريق الضغط على القدمين او الساقين، يقدر يحدد نوع التورم ده هل هو تورم ناتج عن املاح ولا تورم ناتج عن زلال، لكن اللي بيفرق معنا هو تحليل البول وقياس ضغط الدم اساسي. طيب هبه يا دكتور بتقول السلام عليكم دكتور احمد، انا حامل في الشهر السابع وبحاول اقلل من النشويات والدهون عشان زياده الوزن، الاسبوع اللي فات قليت كيلو ونص، هل ده ضرر على البيبي حتى لو كان نقصان الوزن بسيط؟ ده سؤال. السؤال الثاني استخدام عقار المامي فيت اللي هو الفيتامين ده بيتعرض من حقن الهيموجيت للانيميا ولا يكتفي بالحقن بعد؟ هو حضرتك بالنسبه لزياده الوزن مع الحمل اولا احنا بيفضل جدا الحفاظ على الوزن ناخد بتاعه. طيب نعم. اسماء معانا التليفون، اتفضلي يا اسماء. لو سمحت اتفضلي عايز صوتك شويه. لو سمحت يا دكتور انا كنت عامله حقن مجهري وما نجحتش العمليه، مع ان انا الطبوط بتاعي يعني منتظم ومطلعه 27 بويضه واتبقى في الاخر خلاص ست اجين، لان الزوج كان عنده نسبه التشوه عاليه، فلما الستة حطوا لي ثلاثة وجمدوا ثلاثة تانيين، فنعتبر 14 يوم عملت عملت التحليل طلع يعني ما فيش حاجة. تمام. مع ان الدورة مع العلم ان الدورة ما نزلتش. مع ان ايه؟ ما نزلتش الا من بعدها خمس ست ايام بعد التحليل يعني، ونزل يا دكتور نزل زي اكنها سقاطة دم مجلط كده. ايوه. مش عارفه ايه السبب يعني. حاضر يعني انا حاضر. شكرا ليك يا مدام اسماء، ربنا يطمن عليك ان شاء الله، وتابعينا كل يوم سبت الساعه 11 الصباح. هو حضرتك بالنسبه للعد اللي فشل الحقن المجهري ده زي ما شرحنا قبل كده في حلقات سابقه له اسباب كتير جدا 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 جدا. قد يكون الفشل ناتج عن الحيوانات المرويه الخاصه بالزوج، انا ما اعرفش تحليل الزوج كان شكله ايه. قد يكون من نوعيه البويضات، واحنا بنرجع نقول للناس ان الجهاز الجديد اللي هو ده جهاز الامبريسكوب اللي احنا شرحناه في حلقات سابقه، ده جهاز جديد موجود في بعض المراكز المعينه، الجهاز ده بيعمل بيسجل متابعه بيعمل متابعه يعني شبه يعني بنقول يعني بالدقائق يعني واخد بالك لتكوين البويضات وللنمو الطبيعي بتاع حضرتك الاجنه والانقسام بتاع البويضات، فبيقدر الطبيب المعالج اللي مسؤول في المعمل يختار الاجنه الجيده بالظبط، يختار اجنه جيده جدا علشان ما يحصلش المشكله اللي حصلت للسيده المتصله، وده من ضمن الاسباب اللي هي الرئيسيه في فشل الحقن المجهري. فهي حضرتك بتلجا الى المراكز اللي هي حضرتك المتخصصه اللي هي عندها الاجهزه الحديثه اللي تقدر انها تساعدها بهذا الشكل، فهي ممكن تتصل بينا على الارقام بتاعه الحلقه نوجهها الى نروح فين بالظبط وكل حاجه، ما تعملش اهم حاجه ان شاء الله. شكرا لك يا مدام اسماء، يا ريت تكلمي دكتور احمد مجدي على التليفونات لو حضرتك على الشاشه، وان شاء الله يطمنك ويوجهك التوجيه الصحيح. كنا بنتكلم عن نقصان الوزن، هل هل في ضرر؟ بالنسبه لك للوزن، هو الحفاظ على الوزن اثناء الحمل مهم جدا. احنا عندنا هنا حضرتك في مصر زي او في بعض الدول يعني اللي هو الثقافه ان هي تاكلي طول النهار، كلي كل انت حامل تاكلي الاثنين ومش عارف ايه. يعني هو طبعا ده مفيد وكل حاجه، ولكن احنا كل حاجه بمقاييس محدده وحضرتك بالوسط يعني، احنا ناكل الخضروات الفواكه اللحوم الاسماك مفيده، النشويات بتدي هي بنسميها اغذيه الطاقه، يعني النشا ده غذاء بيديك طاقه، لكن حكم يعني هيفيدك بايه؟ هيزود وزنك وبس. ولذلك احنا ننصح السيدات انها تكتر من الخضار من السلطه من الفواكه من اللحوم من الاسماك، لما تيجي تعمل تنظيم غذائي في الحمل ما تقللش ابدا كميه اكلها، هي تغير نوعيه اكلها. يعني هي مثلا في طبق فيه بعض الرز او الخضار او اللحوم، لا قللي جدا من الرز او النشويات، لكن عوضيه بحاجه ثانيه. عوضيه بخضروات، عوضيه ببروتين، واخد بال حضرتك؟ يبقى الكميه اللي داخله ثابته، لكن النوعيه هي الاهم. زي مثلا عندك 10 تنفار ما بيعرفوش يقروا يكتب يكتبوا، عندك نفرين فاهمين احسن مليون مره. فالفايده مهمه جدا، فهي تحافظ على وزنها، لان زياده الوزن الكبيره قوي في الحمل دي بتعمل ولاده صعبه، بتؤدي الحقيقه ممكن انها تتعرض لضغط حمل، ممكن تتعرض لسكر حمل ومشاكل اخرى. ولذلك الحفاظ على وزن نقدر نقول مناسب في الحمل هو اهم حاجه، وده بيعتمد اساسا كمان على ايه؟ بيعتمد على وزنها في بدايه الحمل كام؟ يعني لما تجيلك سيده في بدايه حملها وزنها مثلا 60 70 80 كيلو، غير لما تجيلك سيده وزنها مثلا 120 130 كيلو، عاده اللي 120 130 تتعرض لمشاكل طبعا ايه اكتر بكتير. طيب دكتور احمد، يعني قبل ما اختم حضرتك
عاوز اعرف استعداد دكتور احمد مجدي لاستقبال الحالات المختلفه من سقوط الرحم او سقوط المهبل. احنا حضرتك بالنسبه لشغلنا في اللي عندنا في العياده حضرتك اهم حاجه هو الكشف الدقيق جدا، واخد بال حضرتك؟ الكشف ده حضرتك في الاجهزه المتطوره دلوقتي مختلفه خالص عن زمان. عندنا حضرتك دلوقتي جهاز بكاميرا كده، الكاميرا دي حضرتك بندخلها حضرتك جوه الجهاز التناسلي، نقدر نعمل نصور بيها الرحم، واخد بال؟ اسف، عنق الرحم. في عند حضرتك حاجه اسمها الاوفيس، الاوفيس ده انت بتخش بيه كمان جوه عنق الرحم، تخش جوه الحجره الرحميه، تصور الحجره الرحميه، واخد بال؟ يعني طبعا ده بيختلف خالص ان انت بتشوف، والعيان نفسها يعني السيده بتبقى قاعده شايفه، يعني غير ما تقولها والله انا لقيت كذا، طب هو فين؟ بتطمن هي شايفاه على السكرين قدامها، شايفه القرحه قدامها، شايفه الالتهابات قدامها، شايفه حضرتك اذا كانت بتركب لولب بتشيل، كل حاجه شايفاها على السكرين، بيفرق معاها جدا جدا جدا، واخد بالك؟ غير طبعا السونار رباعي الابعاد. بالنسبه لك للزيارات بتاعت المدن حاجه زي اسوان والفيوم والحاجات دي، احنا عاملين هناك يعني ارتباط مع بعض الاطباء، يعني عندنا مثلا دكتور اسمه احمد مدكور ده في الفيوم، واحمد قناوي ده في اسوان، هما بيعملوا ايه؟ هما بيجمعوا لنا الحالات، واخد بال حضرتك؟ اللي هي الخاصه اللي هي مثلا في مشاكل في حاجات زي كده، بنقدر حضرتك ان احنا بيجمعوا هذه الحالات وبيشوفوها هم وبيقولوا لنا والله احنا عندنا حالات كذا وكذا وكذا، بنروح لهم احنا زي مثلا زياره زي حضرتك ذكرتها دي بتاعت اسوان ان شاء الله الاسبوع الجاي. ان شاء الله. دي حاجه بيبقى الحالات اللي هي خاصه. يبقى فين يا دكتور؟ في مستشفى ايه؟ في مستشفى اسمها الجعفره، الجعفره دول حضرتك يعني الجعفريه دي حضرتك مستشفى في اسوان نفسها، دي حضرتك كويسه جدا، دي خلف مسجد اسمه مسجد الجعفري، دي في اسوان، في مركز اسوان، في مدينه اسوان نفسها. لكن الميزه هناك ان انت بتقدر تخدم مناطق بقى اللي حوالين اسوان زي حضرتك ذكرت كومومبو ادفع الحاجات دي كلها. دي حاجه انت مثلا هنا ناس هناك بتجمع الحالات، الحالات الخاصه بالانجاب، عدم الانجاب، حضرتك مثلا اذا كان هيعملوا مناظير جراحيه، اذا كانت هتعمل مناظير رحميه، اذا كانت زي قافله كده يا دكتور بقى مثلا، واخد بقى؟ هم بيحضروا الكاميرا عشان يستقبل الحالات المختلفه، واحنا بنروح هناك بالاجهزه بتاعتنا، لان طبعا هناك بعض الاماكن مابقاش فيها اجهزه قوي يعني، فبنروح بالاجهزه بتاعتنا نشوف الحالات دي كلها ونعمل لها الجراحات اللازمه ونرجع ان شاء الله باذن الله نفيد الناس بس باذن يا رب يا دكتور. ان شاء الله تكونوا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في يعني ادخال السعاده والبسمه والامل على كل ام هتيجي تكشف معاكم ان شاء الله في اسوان، ويمكن اهل اسوان او اهل الصعيد دايما مصدومين في بعض الخدمات دكتور احمد او الناس جايه لغايه عندكم ان شاء الله في مستشفى الجعفريه في مدينه اسوان خلف مسجد الجعفري ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هيكون موجودين معاكم من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساء. يا ريت كل الناس تتفرج علينا تبلغ بعضها عشان خاطر يكون الخدمه مميزه ان شاء الله، وكل اللي عندها سؤال او استفسار تكون موجوده من بدري يوم الجمعه ان شاء الله. نتمنى الشفاء والسعاده لكل ام بتحلم بابن او ابنه، ربنا يا رب يفرح الكل، ودايما نستغفر ربنا كتير ونصلي ركعتين بالليل، ودايما نستغفر ربنا ونقول رب لا تذرني فردا وانت خير الراسين، ده دعاء دايما كل ام لسه لم ترزق بطفل او بانجاب دايما تقول، وان شاء الله ربنا يطمنا عليكم. موجودين معاكم كل يوم الساعه 11 يوم السبت صباحا مع دكتور احمد مجدي وبرنامج صحتك امانه. في النهايه دكتور احمد انا بشكرك على وجودك معانا ودايما منورنا في برنامج صحتك امانه. مشاهدينا الكرام اشكر رزقكم استاذ دكتور احمد مجدي استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والعقم بطب القصر العيني، بشكرك يا دكتور مره ثانيه ودايما منورنا في برنامج صحتك امانه. مشاهدينا الكرام في النهايه لما تدور على صحبه ولمه وكلام القلب ومعلومه مهمه تابعونا في صحتك امانه احلى برنامج لافضل امه. تحيه احمد الشاعر وشكرا لفريق العمل، السلام عليكم.